توقعات برج القوس للأسبوع الأول من شهر أبريل. العمل: كوكب المريخ بمواجهة برجك والوقت غير مناسب للتسرع. انتبه لحقوقك ولكل كلمة تتفوه بها، ومع ذلك يوم الثلاث والأربع تمنحك الأفلاك إشراقة وسرعة بديهة، حينئذ تعمل بفعالية والتزام ورصانة، وتبدو ديناميكيا ومتحمسا، ويمكنك أن تحرز خطوة للأمام. الحب: تواجد كوكب فينوس وعطارد بمنزل الحب يدعمان علاقاتك ويمدانك باللباقة وبأدوات السعادة ويجعلانك فاتنا للجميع. وتحسن التصرف: فقد إذا كنت متزوجا كن مستعدا للتعامل بمرونة مع شريك الحياة.